اسكات صوت الجزيرة. جزيرة ليس من إسرائيل فقط، ولكن الصهيوني محاصرة مغلقة مكاتبها في تونس في كل مكان، كما قال سي مقداد برشا عندهم حساسية جرب، مش معناتها زكوه، لكن كصوت ناقل حقيقة عندهم جرب ثم برشا في تونس. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الجزيرة ما هيش اليوم، والجزيرة برشا وجاء وبرشا ألام وبرشا غصة. الجزيرة النخبة العربية والنخبة التونسية من يسارها إلى يمينها إلى قوميها إلى كل الفصائل الأخرى إلى كل عائلة فكرية كانت هناك منذ 1996. نعم، جزيرة طارق أيوب، الجزيرة تيسير علوني، جزيرة شيرين، جزيرة المسيحي والإسلامي والعلماني والشيوعي والماركسي، جزيرة منبر مفتوح. اليوم طبعا عزي انا كل العائله الصحفيه كل الشرفاء في المصاب جلال هذا، لكن ما نبقوش ما نشوف نبقوا نتبعوا. كل يوم عندنا شهداء، كل يوم عندنا مئات الشهداء. اليوم يلزمنا نتعظوا، اليوم يلزمنا نرجع بالبوصله، يلزم نعدوا البوصله. اليوم يلزمنا نقولوا للناس اللي كانت معادي قناه الجزيره واللي سموها قناه العبريه، اليوم ها هي الجزيره. اليوم انت الجزيره تدفع ثمن غالي جدا مقابل هذا، قبلها العربية الأخرى، القناة العربية. أمس المراسل متاعها في الضفة مش القطاع يتحدث على ناس سقطوا شهداء ارتقوا شهداء. نعم. قال استشهد 16 من عرف قداش، وبعد كين قال عفوا قتل. إذن الناس هذه أهلة، الناس اللي عندها خلينا من المرض، الناس اللي مرضى، الناس اللي وصلوا مرحلة الدرك الأسفل ما عادوش يقدروا يرجعوا، هذوكم إلى الموات إلى الجحيم. نحن نتحدث على الناس الأغبياء اللي تم استقبائهم. اليوم حل عينيك، اليوم شوف بوصلة الجزيرة وين، اليوم شوف شكون يقاتل في الميدان، اليوم شوف الناس كيف، اليوم شوف قطار وش داري فيها، اليوم شوف الثمن اللي قاعدين يدفعوا فيه الصحفيين، اليوم شوف أن وزارة إعلام كاملة غرف كاملة اجتمعت باش تصدر قانون، القانون هذا بموجبه يخول لها إيقاف قناة الجزيرة. معناها خلية كاملة مجتمعة على حرب إقليمية ومجتمعة على حرب قناة. الأمر كبير ياسر. اليوم أنا الأنفس المزيدة فيها شوي، المزيدة فيها أمل في تونس وفي غيرها، وخلي تقلق على تونس. اليوم الناس هذية وقتاش باش تفيق؟ اليوم أنت يا غبي اللي استغبوك وقالوا لك الجزيرة وقالوا لك عبرية وقالوا لك كذا وقالوا لك فتنة وقالوا لك ربيع عربي، اليوم هاك تشوف وين تتبع في الاخبار وين تتبع في احداث غزه بالدقيقه. نعم، اول باول. نعم،